نارين فيتي تصدمهم بسفرها إلى ميكونوس. شاهد المزيد من التفاصيل. تفاعلت نارين بيوتي بمجموعة من الستوريات اليوم على صفحتها بالإنستغرام. صرحت لجمهورها إنه هي كانت غايبة بسبب تجهيزات خطوبة أخيها شيرو، وكمان إنه هي سافرت بهالفترة لجزيرة ميكونوس لقضاء عطلتها الصيفية. وأضافت نارين إنه هي راح تنزلهم صور وستوريات صورتها من هني. أما شيرو فتفاعل بستوري مع خطيبته شهد وكانوا بالسيارة. أترككم مع المقطع ورأيكم بخصوص هذا الخبر. أوكي، أنا شهود الجامعة المركزية واشتريت برايم، ماشي. راح ادوه كثير غالي. لوغان بول كي اس اي جايز بليز، يعني شيرو قبل شوي دكتور تسويش حالك متفاجئ دكتور بشوي على سناب شات. ننهي فقط الاخبار بستوريات لانا محمد. انا فجأة طرأ براسي انه بدي اقص شعري، فقصيته كثير قصير بالغلط، بس انا عم بقنع حالي انه انا مش ندمانة، عرفتوا كيف؟ فلما قصيته يعني قصيت تقريبا هيك يعني الصراحة. شوفوا اول شيء يعني لما قصيته صرت ابكي، يعني انه شعري ينقص، انه انا مش متعودة على شكلي هيك بالشعر القصير، بس بعدين خلص تعودت. يعني بالاخر شعر رح يرجع يطول، واذا ما طول خلص مش من نصيبي يطول شعري. قالكم انه انا لما قصيت شعري صراحة يعني كثير اندمت، مثل ما قلت لكم بكيت، يعني جد بكيت بكيت بكيت، بس بعدين قلت انه خلاص يعني شو يعني اخرتي اقصه، وانا بعرف حالي ما بعرف اذا حلو. في كثير ناس بهدلتني، عن جد بهدلت من قلبي، يعني انه انا تبهدلت انه انت ليش هيك تعملي وانت هبلة وانت غبية. بس منكم يعني من المتابعين، يعني انا نص الناس عجبوا النص لا، فما عرفت شو اسوي، انه يعني ما فيني ارجع اطول، انا ما فيني ارجع الشعر القصير. فيس المهم بعد ما تهزأت وهيك خلص، يعني حاولت انسيهم الموضوع.